قبل ما يموت بفترة بسيطة جدا اعترف للعالم اعتراف خطير جدا عن المنظمة اللي كانت بتهدده. لكن الأغرب لحد النهاردة ان لسه في ناس بتشكك في خبر موته. بس قبل ما نبتدي القصة اتمنى منك انك تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا بينا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن منظومة الماسونية والمشاهير اللي انضموا لها، بس طبعا مش هنتكلم عن المنظمة دي بشكل عام او هنتكلم عن مخططاتهم او حكايتهم، لان اكيد اغلبكم عارفين ايه هي منظمة الماسونية. بس هقولك حاجة كده على السريع للناس اللي ما تعرفش الماسونية. الماسونية هي منظمة عالمية سرية جدا ليهم مخططات ودراسات معينة محدش يقدر يعرف عنها حاجة غيرهم، وطبعا ده عشان هي منظمة عالمية سرية. وطبعا اغلب الناس اللي عارفين المنظمة دي عارفين ان هي اساسا منظمة شيطانية، او بمعنى اصح كده اغلبهم من عبدة الشيطان. بس طبعا الجانب اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة من منظومة الماسونية هو الجانب الاعلامي. وطبعا انت دلوقتي هتيجي تقول لي طب ايه دخل الاعلام بالماسونية؟ هقول لك انا، الماسونية عاوزة توصل لاكبر عدد من الممثلين والممثلات، وده عشان يبقوا تحت ايديهم وفي طاعتهم ويعملوا كل اللي هم بيأمروهم بيه، لان الاعلام اساسا بالنسبة للماسونية هو اكبر سلاح ليهم، عشان هي دي الوسيلة الوحيدة اللي يقدروا يوصلوا بيها رسالتهم. وملحوظة كده على السريع، الماسونية هي تحالف بين عالم الجن وعالم الانس. وملحوظة كمان، اللي بيبقى بين المنظمة الماسونية والممثل او الفنان بيبقى عقد. بس ثانية، العقد ده مش سنة ولا سنتين ولا حتى ثلاثة، لا ده العقد ده بيبقى مدى الحياة. يعني انت بمعنى اصح كده لو مضيت عليه معدتش هتعرف تخلع منه مهما حصل. وطبعا لما حد من الممثلين او الممثلات بيفكر بس ان هو يسيب منظومة الماسونية بتبقى نهايته معروفة جدا، وهي الموت بابشع طريقة. وطبعا اول واحد معانا من الفنانين دول والغني عن التعريف هو مايكل جاكسون. طبعا كلنا عارفين ان مايكل جاكسون قبل وفاته في الفترة الاخيرة كان ليه كمية معجبين وجمهور كبير جدا، وكان الراجل ده مؤثر بشكل كبير جدا على المعجبين بتوعه. واللي كان محبب الناس اكتر في مايكل جاكسون ان هو كان من اكتر الناس المحاربين للعنصرية بين البيض والسمر، وده بسبب ان مايكل شاف جميع انواع العنصرية دي وهو لسه طفل صغير. لان اللي الناس ما تعرفوش ان مايكل جاكسون اساسا كان من اصحاب البشرة السوداء، لكن اللي خلاها تحول للون الابيض كمية عمليات التجميل اللي هو كان بيعملها على مدار السنين. وكمان انت لو شفت صوره وهو طفل صغير غير هتعرف ان ده اساسا مش شكله الاساسي. المهم ان مايكل جاكسون اتوفى سنة 2009 وساب العالم في حيرة كبيرة جدا اذا كان هو مات ولا كان لسه عايش. وطبعا الاقاويل في الوقت ده بدأت تزيد ساعتها، وفي ناس بدأت تقول ان هو مات منتحر، وفي ناس تانية بدأت تقول ان هو مات موتة طبيعية. المهم ان في عام 2005 انتشر تسجيل صوتي لمايكل جاكسون، والتسجيل ده كان بينه وبين مدير اعماله، وكان بيقول لمدير اعماله في التسجيل ده ان هم زي السلعة، خلوني اغنى واشهر شخص في العالم، وكانوا بيبينوا للناس ان انا معايا عربيات وقصور، لكن انا في الحقيقة مفلس. وطبعا مايكل جاكسون كان بيقصد بالكلام ده المنظمة الماسونية. المهم ان بعد التسجيل ده الناس بدأت تلاحظ ان مايكل جاكسون كان بيحارب المنظمة عن طريق الاغاني اللي هو كان بيعملها، واللي طبعا في الاغلب كانت بتنتشر انتشار جبار، لان طبعا زي ما قلنا ان جمهوره ومحبينه كانوا كتير جدا. واللي زاد شك الناس اكتر ان كان في لقاء اعلامي قديم لمايكل جاكسون، وكان بيقول في اللقاء ده ان الحكاية كلها عبارة عن مؤامرة، لكن ما كانش حد فاهم هو قصده على ايه بالظبط، لان معظم كلامه كان عبارة عن شفرات والغاز وانت اللي لازم تحلها.
وما كانش حد عارف ايامها هو كان يقصد مين بالظبط. وطبعا انت اللي هيجي في دماغك الوقت هتقول طب يعني المنظمة الماسونية معرفتش عن اللقاء الاعلامي ده والتسجيل الصوتي اللي انتشر؟ فهجاوبك واقولك ان لا، المنظمة كانت عارفة عن ده كله. وشوف بقى المنظمة بدأت تتصرف وتعمل ايه. المنظمة دي بدأت يوم بعد يوم ان هي تبدأ تشوه في سمعة مايكل جاكسون، وده طبعا عشان الناس ما تصدقش الكلام اللي هو كان بيقوله. والناس في الوقت ده بدأت تلاحظ ان في حد هو المسؤول الاساسي وراء تشويه سمعة مايكل جاكسون. وطبعا كل الحكايات اللي بتحصل دي كان هدفها الوحيد هو تدمير حياة مايكل جاكسون. لكن الصادم هنا لما الماسونية عرفت ان مايكل جاكسون عاوز يعتنق الاسلام، وبالاخص ان كان في حد من اخوات مايكل جاكسون كان اسلم اساسا، وده اللي كان بيخلي مايكل جاكسون يميل اكتر لاتجاه المسلمين. وطبعا ده لو حصل فهيشكل خطر كبير جدا على المنظمة الماسونية، لان طبعا في الاول وفي الاخر الماسونية هدفها الاساسي ان هي تدمر جميع الاديان السماوية. فبالنسبة ليهم اقوى ديانة في العالم هي الاسلام، لان هم عارفين ان مفيش حد من المسلمين بيرضى يتخلى عن دينه مهما حصل. فلما مايكل جاكسون هيقرر يعتنق الاسلام، ممكن كتير جدا من المعجبين والجمهور بتاعه يعتنقوا هو كمان، وده طبعا بسبب ان هو كان ليه تأثير كبير جدا جدا على المعجبين بتوعه. فطبعا هم هنا شافوا ان استخدامهم لمايكل جاكسون هيقلب في النهاية بالضرر عليهم هم، وهيخلي النتائج تحصل عكس اللي هم كانوا عاوزينها. المهم ان هم بدأوا يشوهوا في سمعته ويطلعوا اشاعات كتيرة جدا عنه عشان الناس على قد ما تقدر تكرهه، لحد اما جاء خبر وصدم الناس كلها. والخبر ده كان ان مايكل جاكسون توفى، وكان سبب الوفاة ان هو اخد جرعة مخدر زيادة، واللي كان ادى لمايكل جاكسون المخدر ده هو الدكتور بتاعه. وطبعا تم محاكمة الدكتور في الوقت ده، لكن للأسف مايكل جاكسون كان توفى. وهنا الناس بدأت تعرف ان الدكتور ده كان مجرد اداة عند الماسونية عشان يعرفوا يخلصوا على مايكل جاكسون. وبعدها بدأ يظهر الغاز وقصص جديدة على مدار السنين عن الماسونية وعلى قصتها مع مايكل جاكسون. والفنان التاني اللي معانا واللي يعتبر اعتنق الماسونية بشكل كبير جدا هو الفنان مونتيرو لامار هيل. والناس ما بدأتش تقتنع ان الفنان ده كمان اعتنق الماسونية الا من بعد اخر فيديو كليب ليه. ملحوظة كده على السريع، في 30 يونيو 2019 الفنان ده اعترف بان هو مثلي. وطبعا مفيش حد مش عارف يعني ايه مثلي، بس للي ما يعرفش فالمثلي ده هو الشخص اللي بيكون بيميل للشباب اكتر، ومش هوضح اكتر من كده عشان الفيديو ما يتحظرش. وطبعا دي حاجة بشعة جدا وكفيلة ان هي تخلي ناس كتير من المعجبين اللي كانوا بيحبوه يكرهوا. لكن الغريب جدا ان لامار هيل نزل بفيديو كليب من كذا سنة، والفيديو ده كان قلب الدنيا كلها. والفيديو كليب ده كان فيه رسائل غامضة كتيرة جدا، وكان فيه كمان حاجات هو اول مرة يعملها ويظهرها قدام جمهوره. ومن اكتر الحاجات اللي كانت واضحة في الفيديو كليب ده ان هو كان بيدعم المثليين بشكل غير طبيعي. والغريب اكتر ان معظم مشاهد الكليب ده كانت بتضم مشاهد ماسونية، او بمعنى اصح كده في رموز بتظهر في قلب الكليب. الرموز دي معروف عنها ان هي رموز من قلب المنظومة الماسونية. لكن الاغرب ان الفيديو ده بعد ما انتشر وفي ناس كتير جدا بدأت تتكلم عليه، ان في شركة انا وانت وكل الناس عارفينها، شركة لحد النهاردة الناس كلها بتشتري منها، قررت تدعم الفيديو الكليب ده او المغني ده بالطريقة الخاصة بيها. الشركة دي قررت تقتبس كل افكار الفيديو كليب وتعمله في جزمة بطريقتها وتقدمه في النهاية للمغني ده. لكن الغريب ان الجزمة دي ما كانتش جزمة عادية، لان هي كان مكتوب عليها رموز شيطانية في كل مكان، وكانت الجزمة دي عليها النجمة الكبيرة المعروفة عند الماسونية. لكن الاغرب من ده كله ان الشركة دي كانت عاملة في قلب الجزمة دي قطرات دم الانسان حقيقي. وطبعا انت دلوقتي الفضول مسكك وعاوز تعرف مين هي الشركة اللي عملت كده. الشركة دي هي شركة نايك، وطبعا مفيش حد ما يعرفهاش. لكن طبعا بعد فترة كبيرة من الهجمات القوية اللي بدأت تطلع على الشركة دي، الشركة طلعت وصدمت الكل وقالت ان مش هي اللي عاملة الجزمة دي، وان في حد تاني هو اللي عمله ونسب تصنيعه ليها. المهم ان ده كان من ضمن المشاهير اللي اعتنقوا الماسونية هو كمان، لكن الله اعلم نهايته هتكون ازاي. لكن برضو في النهاية هنوصل للسؤال اللي محدش عارف اجابته ايه بالظبط لحد النهاردة،
وهو هل مايكل جاكسون فعلا مات على ايد الماسونية؟ فهنا لو هنتكلم بالعلم، فالعلم بيقول ان مايكل جاكسون اساسا في حياته الاخيرة ما كانش بيعرف ينام غير بكمية كبيرة جدا من المهدئات والمسكنات، وعشان كده هو اللي كان قلل الدكتور بتاعه يديله جرعة زيادة من المخدر. لكن في النهاية الله اعلم اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا، وهل فعلا ممكن تكون نهاية الفنان لامارو مونتيرو زي نهاية مايكل جاكسون كده؟ هسيبكم انتوا اللي تجاوبوا على السؤال ده بطريقتكم في التعليقات، وبكده نكون وصلنا للنهاية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناة عشان هتشوف هنا عالم كبير جدا من القصص الغريبة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.